الخير أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، سعيدة أن نجدد اللقاء في هذا الاشتغال، وهو اشتغال قريب جدا من امتحان قريب جدا، يتعلق الأمر بصيغة من صيغ الامتحان الوطني في السنة الفارطة 2019، يتعلق الأمر بصيغة السؤال: هل تنحصر غاية الدولة في ضمان أمن وطمأنينة الأفراد؟ هو أيضا من الموضوعات المقترحة هذه السنة ضمن ما درس داخل الدولة. إذن لهذا ارتأيت أن نشتغل على هذا السؤال حتى أقربكم أعزائي التلاميذ من مفهوم يشكل مجال الاهتمام، ليس فقط الفلسفة، وإنما السياسي يهتم بالدولة، القانوني يهتم بالدولة، الحقوقي يهتم بالدولة، مجالات متعددة، علماء الاقتصاد والسياسة والاجتماع كلهم يهتمون بالدولة، ولهذا لن نقاربها في كل معطياتها، وإنما نحاول أن نقرب صورة الدولة منا نحن كتلاميذ لسببين أساسيين: أولا لأنها تدخل ضمن اهتمامنا في الامتحان الوطني، وثانيا لأن الدولة نحن نعيش في إطار دولة، نتخذ مسافة لنتأمل الدولة التي نعيش ونحاول أن نفهمها ونفهم وجودنا فيها ككائنات اجتماعية، أو نفهم تواجدنا الاجتماعي والسياسي والعلائق في إطار ما يسمى بالدولة. إذن سأحاول من خلال هذا الاشتغال أن أقربكم من مفهوم الدولة في طبيعتها وبعض غاياتها وأهدافها ومراميها وأبعادها. نرجع إلى السؤال: هل تنحصر غاية الدولة في ضمان أمن وطمأنينة الأفراد؟ إذن باين أن هذا السؤال مجاله هو مجزوءة السياسة، مجال السؤال مجزوءة السياسة. أنتم عارفين أن مجزوءة السياسة تنقسم إلى قسمين: إلى مفاهيم مركزية منها الدولة ومنها الحق والعدالة، وبجوج بهم مترابطين باش يعطيوني هذه المجزوءة، لأن الحق والعدالة والإنصاف والمساواة لا يفعل ولا يستشعر به إلا في إطار الدولة. إذن مجزوءة السياسة مفهوم الدولة، وغنوقف هنا غاية الدولة. إذن الدولة فيها ثلاثة محاور مركزية: مشروعية الدولة وغايتها، طبيعة السلطة السياسية، الدولة بين الحق والعنف. مدام كلمة غاية حاضرة، إذن مفهوم الدولة عبر غاياتها، وقصدا أنا كتبت غايتها علما بأن السؤال يقف عند غاية، وهي ضمان أمن وطمأنينة الأفراد. إذن المجال الذي سأتحرك فيه هو المحور الأول: مشروعية الدولة وغاياتها بوجه خاص، وإن كان الاشتغال في هذا المحور يستدعي بطريقة أو بأخرى المحورين الآخرين. كيف سنشتغل؟ من خلال طبعا مقدمة، دائما مقدمة وتأطير إشكالي. المقدمة سأتحدث عن عناصرها دون أن أشير إليها، لأن السؤال وطبيعته هذا السؤال تفرض أن نقاربه على مستوى المقدمة مقاربات مختلفة. ارتأيت أنا أن أقاربه من الزاوية الاجتماعية، على اعتبار أننا نتواجد في إطار مجتمع، أننا كائنات يفرض وجودها الدخول في أبعاد علائقية، هذه الأبعاد العلائقية يفرضها الاحتياج، تفرضها طبيعة أننا لا يمكن أن نكون في غنى عن الأغيار، عن الذات الأخرى. هذا التواجد مع الذات الأخرى الذي تفرضه ضرورة الاحتياج المادي والمعنوي، بمعنى أنا أحتاج إلى الآخر لأؤمن أؤمن ضرورات حياتية،
ولأؤمن أيضا جوانب عاطفية ولأؤمن جوانب فكرية، بمعنى أن الآخر حاضر ويجب أن يكون هذا المجال العلائقي، هذا المجال الذي يحضر فيه الآخر، لا بد له من تنظيم، لا بد له من تدبير، لا بد له من مأساسة، لا بد له من إطار ناظم. هنا تحضر الدولة. إذن غنبدأ أنا في هذه المقدمة ديالي غادي نطلق فيها من الخاصية الاجتماعية للكائن البشري. هذه الخاصية تفرض حضور الأغيار. هذا الحضور للأغيار أيضا يحتاج إلى تنظيم، إلى إطار تنظيمي، إلى تنظيم، إلى مأساسة، إلى تدبير، تنظيم وتدبير. هذا التنظيم والتدبير يقتضي حضور الدولة كإطار مؤسسي، كإطار مؤسسي يؤمن هذا التنظيم والتدبير. من المقدمة إلى الطرح الإشكالي، ملي كنقول يحتاج إلى الدولة كإطار للتنظيم والتدبير، أول سؤال طبعا ستحضر الدولة بثقلها السياسي والاجتماعي والحقوقي والقانوني والأمني بكل محدداتها. أول سؤال يطرح، ما الدولة؟ ضروري أن أعرف الدولة باعتبارها هي المجال الذي يطرح فيه السؤال. ما الدولة؟ وكتحكم عليها هذه كلمة الغاية، ولكن ليست الغاية وحدها. هل تنحصر؟ تنحصر بمعنى تحد غايات الدولة في غاية واحدة سأرجع إليها في حينها، وهي الأمن بين، ولكن حينما أقول الطمأنينة، طمأنينة أن نعيش في مجتمع وفي دولة ونشعر بالاطمئنان، ستكون غاية الغايات، ستكون الهدف الأسمى الذي يمكن أن تراهن عليه بعض الدول، وخاصة في إطار المجتمعات الديمقراطية كما سنلاحظ. أنا لن أتحدث عن هذه الغاية، سأعتبرها نتيجة، سأعتبرها تتويج لمجموعة من الغايات. كيف ذلك؟ إذن ما الدولة؟ موراها مباشرة غتجيني ما الغاية أو الغايات التي تحققها أو تسعى إلى تحقيقها بالنسبة لأفرادها، للأفراد والجماعات. ما الغايات؟ هل تنحصر هذه الغايات في غاية تحقيق الأمن والإطمئنان بالنسبة للأفراد والجماعات؟ وإذا افترضنا أن للدولة غايات تتجاوز غاية الأمن والإطمئنان، فأين نموقع هذه الغاية ضمن الغايات المتعددة؟ إذن إذا افترضنا أن للدولة أكثر من غاية، أكثر من غاية تراهن على تحقيقها، ما مكانة وأهمية
غاية الأمن والاطمئنان بالنسبة للمواطن. بالنسبة حينما الأفراد راهم بالنسبة للمواطن، شكون هو المواطن؟ فرد أو جماعة؟ إذن هذه هي الإشكاليات التي سأشتغل عليها. ما الدولة؟ ما الغاية من وجودها؟ هل هناك غاية أم غايات تسعى إلى تحقيقها؟ أين إذا افترضنا أن لها غايات، هل هذه الغايات تحصر وتختصر في غاية تحقيق الأمن والطمأنينة؟ أما أن لها غايات أخرى؟ إذا افترضنا ذلك، أين نموقع غاية تحقيق الأمن والطمأنينة؟ سأبدأ من خلال طبعاً هذا السؤال صيغة فيها مفارقة. يمكن أن تحصر غاية الدولة في ضمان أمن وطمأنينة الأفراد، كما يمكن ألا تحصر، تنفتح على غايات أخرى غير تحقيق أمن وطمأنينة الأفراد. وهذا النموذج قاربناه أكثر من مرة لأننا اشتغلنا اشتغالات متعددة على الأسئلة، ودائما كلما كانت علامة الاستفهام هل إلا وتضعنا أمام مفارقة وأمام طرحين مختلفين. يمكن أن تحصر غاية الدولة في ضمان أمن وطمأنينة الأفراد، كما يمكن أن تتجاوزها إلى غايات أخرى. لا، ما دامت لا تحصر فهناك غايات أخرى. إذن أول مسألة نبدأ بها وهي تعريف الدولة، لأنني غنبدأ من تعريف الدولة. تشير الدولة على المستوى اشتقاق اللغوي في العربية إلى التداول والتغير، وتشير في اللسان الفرنسي كلمة إيتا إلى حالة من الاستقرار والنظام الذي يشارك الشعب في تأسيسه. الدولة أيضا هي مجتمع منظم ذو حكومة مستقلة تتكون من أشخاص يختارهم الشعب. والدولة أيضا، لأن هذا المفهوم وهذه المؤسسة المركزية تفتحنا على أكثر من تحديد، لأنها هي مجال لاشتغالات متعددة، مجال لاشتغال يعني تعدد الفهوم بالنسبة للحقوقيين والسياسيين والقانونيين وعلماء الاجتماع وعلماء السياسة. نختصرها في معنيين، معنى خاص ومعنى عام. معناها الخاص هو تلك الأجهزة والمؤسسات التي تمارس الحكم في بلد ما، وهنا توضع في مقابل الشعب. أما معناها العام فهو جماعة كبيرة من الناس تسكن أرضاً معينة بصفة دائمة، ويجمعها نظام سياسي محدد، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال. أنا لن أقف عند هذين التحديدين، لن أقف عند مفهوم الدولة، وإنما سأحاول أن أتحول من الدولة عموما إلى الدولة في بعض المجتمعات الديمقراطية. فهي في التحديد في التحديدات القاموسية لعلماء الاجتماع والسياسيين، باعتبار أتحدث هنا عن نوع خاص من الدولة، وهي الدولة في المجتمعات الديمقراطية، فهي إطار سياسي واجتماعي، مؤسسة مركزية يتم تكوينها بنوع من التوافق الاجتماعي اعتمادا على آليات ديمقراطية كالانتخابات، انتخابات الشفافة والنزيهة والعادلة التي تتبارى فيها مختلف مكونات المجتمع من أحزاب ونقابات وهيئات وجمعيات وأفراد، تتبارى فيها هاته جميعا من أجل أن تنتج دولة. إذن كل مكونات المجتمع تتبارى من أجل إنتاج دولة، حتى وإن كانت بعض الأحزاب أو الهيئات غير ممثلة، غير مشاركة في تسيير دوالي الدولة، إلا أنها تحس بأنها تمثلها، لأن الدولة هنا إنتاجا اجتماعيا ديمقراطيا يشارك فيه الجميع. انطلاقا من هذه التحديدات يمكن أن يفتحني تعريف الدولة على أكثر من تعريف.
يمكن لي نبدا بالدلاله الاشتقاقيه تداول والتغير، يمكن لي نشير ليها ايضا حاله من الاستقرار والنظام الذي يشارك الشعب في تاسيسه، يمكن ان نعتبرها جهاز حكم في مقابل شعب، يمكن ايضا ان اعتبرها كما قلت واحد الاطار تمثيلي، اطار تمثيلي يمكن ان يضم مختلف حساسيات ومكونات المجتمع، ويمكن أن جميعها أن تساهم في إنتاج الدولة، وبالتالي تكون هنا الدولة إنتاجا اجتماعيا ديمقراطيا يقوم على انتخابات نزيهة وشفافة يتبارى فيها كل مكونات المجتمع، وتعطى لهاته مثلا وتفرز هذه المكونات بناء على الكفاءة وبناء على الاختيار السليم وبناء على الاختيار الديمقراطي. الدولة بهذه المواصفات، نتساءل من تعريف الدولة إلى الغاية من وجود الدولة. الغاية من وجود الدولة كإطار مؤسسي، هل هي ضمان أمن وطمأنان الأفراد وطمأنينة الأفراد، أم أن للدولة مجموعة من الغايات؟ نتوقع أن تكون أننا لن نحصر غاية الدولة في أمن وطمأنينة الأفراد، غندير واحد عملية استقرائية لمختلف الغايات التي من المفروض أو يمكن أن تتحقق في إطار دولة ذات طبيعة ديمقراطية، دولة ينتجها المجتمع، ليست هي التي تنتج المجتمع، ينتجها المجتمع بناء على توافقاته وعلى اختيارات وآلياته الديمقراطية. إذن ما هي هذه الغايات؟ أنا غادي نوقف عند نموذج من الدولة كيف قلت لكم، وهي الدولة الديمقراطية، الدولة الديمقراطية التي أنتجها المجتمع لتدبر أموره، تراهن على مجموعة من الغايات. أول غاية أنا غادي ندير واحد الجرد لمجموعة من الغايات وغادي نشوف فين غنحط هذه الغاية أنا التي يتحدث عنها السؤال. الغاية الأولى أن تكون غاية الدولة غاية تمثيلية. ما معنى غاية تمثيلية؟ أن تمثل كل مكونات المجتمع، تجد فيها ذاتها ومطامحها وأهدافها وغاياتها وطموحاتها بنوع من التواؤم والتناغم مع غايات الدولة. انتبهوا لي لهذه مزيان، أن يكون هناك تواؤم بين ما أطمح إليه أنا كفرد من الشعب، ما يطمح إليه الشعب، وبين ما تقدمه للدولة من غايات. ما تراهن عليه الدولة من غايات هو نفسه ما أراهن أنا عليه من غايات، على اعتبار أن الدولة تمثلني، لها غاية تمثيلية أن تمثل كل مكونات وحساسيات المجتمع وتعبر عنها وتجد فيها هذه الحساسيات ذاتها. إذن أول غاية غاية تمثيلية. ثاني غاية غاية تنظيمية. معنى غاية تنظيمية؟ أن دور الدولة أن تنظم التواجد الاجتماعي، وذلك بإنفاذ القانون. معنى إنفاذ القانون؟ تنفيذ القانون. لا يمكن أن نتصور أنفسنا كناس متحضرين، كناس عندهم بعد اجتماعي، نعيش في فوضى. لا نتصور في يوم ما أن تغيب، معنى غياب الدولة معناها غياب التنظيم، معناها غياب الضبط الاجتماعي، معناها غياب الضبط القانوني. سنتحول إلى مجتمع غاب، معناها مجتمع غاب، انفلاتات أمنية، تسيب. إذن هذه الغاية تنظيم العلاقات، غاية تنظيمية، تنظيم التواجد الاجتماعي بناءً على إنفاذ القانون. إنفاذ القانون حتى ولو اضطرت الدولة أحياناً إلى استعمال سلطتها في حق العنف المشروع، في استعمال العنف المشروع. الغاية الثالثة وهي غاية تدبيرية،
معناه غاية تدبيرية مسؤولية الدولة تضعها أمام تدبير مختلف دواليب الشأن العام المجتمعي سياسياً اقتصادياً اجتماعياً، خاصة حينما يتعلق الأمر بالدولة العصرية. الدولة العصرية هي دولة معقدة، دولة مركبة تتجاوز الدولة البسيطة، فلا بد هذا التعقيد معناه أنه أفرز لنا دولة مؤسسة، مجموعة من المؤسسات، المدرسة مؤسسة، المستشفى مؤسس، البنك مؤسسة، مجموعة من المؤسسات. هذه المؤسسات تحتاج إلى إطار قانوني تشريعي من أجل أن تسير أمورها. إذن هذا التدبير معناه تسيير مختلف مرافق الدولة، مختلف تدبير دواليب الشأن العام الاجتماعي، الشأن العام على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، وعلى المستوى الاجتماعي أيضا، وذلك من خلال كما قلت وضع استراتيجيات، من خلال أيضا وضع وضع قوانين ووضع تشريعات من أجل هذا التدبير. غاية أخرى، وهي غاية أنا أسميها غاية دبلوماسية، تتمثل في أن الدولة لا تدبر أمورها الداخلية فقط، وإنما تدبر وتشرف على علاقة مجتمعها بمجتمعات أخرى من أجل هذه الغاية، لها الهدف منها الحفاظ على السيادة الوطنية في إطار مجتمع دولي، ضمانا لاستقرارها. لا بد أيضا أن تدبر وأن تضبط وأن تسير علاقتها كدولة وكمجتمع بدول أخرى، حفاظا في إطار مجتمع دولي، حفاظا على أمنها واستقرارها. للدولة أيضا غاية أنا أسميها غاية إشرافية وأيضا استشرافية. معنى غاية إشرافية واستشرافية، كل دولة لها مجموعة من المخططات، لها مجموعة من البرامج التنموية، لها مجموعة من المشاريع، لأنها لا يمكن أن تسير في غياب هذه الخطط. لها خطط ومشاريع وبرامج تنموية على مدايات متعددة، مدى قصير، مدى متوسط، مدى طويل أو بعيد، إذن تستشرف حتى مستقبلها انطلاقا من هذا التخطيط، انطلاقا من هذه المشاريع، انطلاقا من هذه البرامج التنموية. لاحظ ثقل الدولة بالنسبة للأفراد والجماعات، بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للمواطن. إذن غاية استشرافية، إشرافية واستشرافية، وضع خطط تنموية، خطط وبرامج ومشاريع تنموية على مدايات كما قلت متعددة. أين؟ غاية تمثيلية، غاية تنظيمية، غاية تدبيرية، غاية دبلوماسية، غاية إشرافية. أين نموقع ما جاء في السؤال؟ الأمن والطمأنينة. لعلها تتويج لكل هذه الغايات. كلما تحققت هذه الغايات إلا وحققت نوعا من الاطمئنان والأمن بالنسبة للفرد والجماعة، بالنسبة للمواطن. إذن درنا رصد لمجموعة من الغايات. بغيت نلخص لكم هذا الشيء باش لكي أتابع. بدينا من تعريف الدولة. إلى غايات الدولة، وتساءلت
ضمن هذه الغايات أين يمكن أن ندرج الغاية الأساسية التي تحضر في السؤال؟ هذه الغاية هي غاية، كما قلت، هي غاية الغايات، هي تتويج للغاية. في إطار هذه الغايات جميعاً، إذا انطلاقاً من غايات الدولة، يمكن أن نتحدث عن أمن وإطمئنان الفرد كغاية مثلى، كغاية مثلى من غايات الدولة. وأتساءل، ما معنى أن يكون الفرد مطمئنا؟ ما معنى أن نشعر بهذا الاطمئنان؟ جميل جدا أن نكون كمواطنين متمتعين بهذا الاطمئنان، نحس هذا الاطمئنان واقعيا ونفسيا واجتماعيا، بمعنى أن يتحقق على أصعدة متعددة. أن يكون المواطن أو الفرد مطمئنا، معناه أولا عدم المس بسلامته الجسدية والروحية، هذا أول شعور بالاطمئنان، عدم المس بسلامته الجسدية والروحية، بمعنى أنه يكون مؤمن ومطمئن في جسده. تعرف إلى مرض راه غادي يلقى العلاج وغادي يلقى العناية الكاملة التي توفرها له الدولة، غادي يخرج مطمئن على جسده، ما يخافش من الكريساج، غادي مطمئنا تمام الاطمئنان. هذه سلامة جسدية. السلامة الروحية هي أنه يكون غير مهدد في معتقداته وفي آرائه، مطمئن على ما يؤمن به من معتقدات، حرية دينية، حرية سياسية، حرية فكرية. إذن الاطمئنان يتم من خلال عدم المس بسلامة الإنسان أو المواطن أو الفرد الجسدية والروحية. يتمثل الاطمئنان أيضا في عدم انتهاك كرامته، كرامته وحقوقه، حقوقه المدنية والاجتماعية والسياسية ومختلف أجيال وكل أجيال الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كمواطن. إذن عدم انتهاك كرامته وحقوقه تعطي شعورا بالاطمئنان. أيضا من الشعور بالاطمئنان عدم المس أو مصادرة حريات الأفراد. عدم المس بالحريات أو مصادرتها أو تهديدها. هذا الاطمئنان يتم الاطمئنان أيضا في إطار توفير شروط عيش سليم في مجتمع. هذه مهمة، لاحظ، تتكافأ فيه الفرص، تتكافأ فيه الفرص والحدود والحقوق والواجبات. الفرص والحدود والحقوق والواجبات والمسؤوليات، هذا معنى أن يعيش المواطن في اطمئنان، أن نراهن على أن يكون سليما في جسده وفي روحه، وأنه متمتعا بالكرامة، متمتعا بالحرية، أنه تعيش في ظروف آمنة من السلم والتعايش السليم والتعايش الآمن، في إطار من تكافؤ الفرص وتكافؤ الحدود وتكافؤ الحقوق وتكافؤ المسؤوليات والواجبات. كلما عاش المواطن في إطار هذه المعطيات تعتبر الدولة حققت غايتها، ويعتبر المواطن أيضا
فاعلا وتكون مواطنته فاعلة في جعل المجتمع أو الدفع بالمجتمع إنتاج مجتمع قوي في دولة قوية، يكون له دور فاعل، تكون مواطنته فاعلة في إنتاج مجتمع قوي ودولة قوية. لحد الآن أنا ختمت التحليل، غندوز المناقشة، شرحت الدولة، وضحت الغاية ديالها، وقفت عند الغاية الأساسية في السؤال، وهي ما معنى أن أشعر أنا كمواطن بأمن واطمئنان. وغادي ندوزو إلى العنصر الأخير، ما قبل الأخير، وهو المناقشة. المناقشة سأستحضر فيها مجموعة من المواقف، غنضطر من جديد نزول بعض الأشياء من أجل أن أشير إلى. إذن على اعتبار أننا وصلنا الآن إلى كما قلت إلى العنصر ما قبل الأخير، وهو عنصر المناقشة، ودائما إكراه الوقت كيضغطني مزيان، غنحاول في حدود ما سأستطيع أنني ألخص. لاحظنا مجموعة من الغايات، مجموعة كبيرة من الغايات، بقدر ثقلي ووزني الدولة بالنسبة للمواطن، بالنسبة للأفراد والجماعات. الاهتمام بالدولة وبغايتها كما قلت هو ليس اهتمام الفلسفة فقط، وليس اهتمام السياسيين ولا السوسيولوجيين ولا علماء التاريخ ولا علماء الاقتصاد، وإنما هي تقارب ويهتم بها على أصعدة متعددة ومن زوايا نظر مختلفة، اعتمادا أيضا على فهوم مختلفة. لهذا ستلاحظون أنني سأعرض واحد مسألة قررت، لأننا فقط لا نشتغل على السؤال، وإنما أيضا فيه مراجعة للدرس، سأعرض واحد مسألة أساسية سأصل إليها في حينها. ملي كنقول الغاية من الدولة، تحضر لي تاريخ الفلسفة من أرسطو إلى التوسير إلى جاكلين روس، مرورا بمجموعة من المواقف. غنشير إلى أنا أرسطو باش نبقى في إطار اللي قال لي، هو يرى أن من واجبات الدولة ومن غاياتها تأمين خير وسعادة الأفراد وضمان حياة فاضلة يسودها العدل والخير والمساواة. الخير والمساواة والعدل وتأمين سعادة الأفراد وضمان حياة فاضلة معناها ضمنيا هي تتخلق لي هذا الشعور بالطمأنينة. هذا أرسطو. إذن من أرسطو إلى جون لوك. جون لوك يرى، طبعا تعرفون أن جون لوك أحد فلاسفة العقل الاجتماعي، أن غاية الدولة تتمثل في حماية ممتلكات الناس وخيراتهم المدنية وأمنهم وسلامتهم. طبعا أيضا في هذا إشارة إلى ما جاء في السؤال، ماشي بالضرورة كتكون بالحرف، وإنما كما ناقشنا مفهوم الطمأنينة لا يحصل إلا من خلال هاته الغايات. ثم غنشير إلى سبينوزا، الرهان على الحرية وعدم تدجيل المواطن واستبعاد كل تسلط من الدولة. إذن أنا هنا من أرسطو إلى جون لوك إلى سبينوزا، هادو جميعا يراهنون على مجموعة من الغايات التي تستبطنها هذه الغاية، الأمن وحفاظ على الممتلكات وتوفير خير وسعادة الأفراد والرهان على حريتهم، إلى المفكرين المعاصرين ميشيل مياي وجاكلين روس. جاكلين روس هادو بجوج بهم تيحددوا مسؤوليات الدولة، ليست أي دولة، وإنما الدولة العصرية، دولة الحق والقانون وفصل السلط. إذن حينما يحضر الحق يعد غاية سامية للدولة،
حينما يحضر أن القانون يكون مطبقا بطريقة عادلة فيها إنصاف وفيها مساواة، أيضا هذا رهان من رهانات الدولة. إذا هادو أنا اختاريت فقط هذا النماذج لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل الإشارة. فجميع هؤلاء تناولوا الغايات من قيام الدولة، وهي غايات لا تبتعد كثيرا عن هذه الغاية بقدر ما تؤكدها. ما أريد أن أشير إليه واللي بغيتكم تنتبهوا لي ليه مزيان هو أنه إذا كانت هناك مواقف مع الدولة تشير إلى طبيعتها وأهدافها وغاياتها وآليات اشتغالها، لأن لكل دولة طبيعة، لكل دولة غايات وأهداف ومطامح، ولكل دولة أيضا آليات اشتغال، آليات اشتغال تحقق بها هذه الطموحات، طموحاتها في توازن مع طموحات أفرادها ومواطنيها. هناك مفكرين آخرين يتحدثون عن ماشي ضد الدولة، وإنما حينما تكون الدولة ليست مع المواطن، وإنما ليست هي مع المجتمع وإنما ضد المجتمع. كيف ذلك؟ بنت هذه المواقف تصوراتها على كون الدولة في بعض، مش كل دول، في بعض نماذجها ورغبة منها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، المبالغة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان هيبتها وقوتها وهيمنتها تنزلق أحياناً. تنزلق إلى ماذا؟ تنزلق إلى الشطط في استعمال القوة، تنزلق إلى مصادرة الحريات، تنزلق أيضاً إلى مصادرة بعض الحقوق، وقد تعتمد على الشطط في استعمال سلطتها الردعية أو القمعية أو العقابية، فتصبح بذلك دولة ضد المجتمع بدل أن تكون دولة مع المجتمع. انتبهوا لي لهذه الفكرة مهمة بزاف. كاين هناك دول التي حرصا على هيبتها وقوتها واستمرارها تبالغ، تنزلق إلى المبالغة في استعمال سلطتها القمعية والعقابية، وبالتالي تصبح ضد المجتمع بدل أن تكون من أجله. نذكر من هؤلاء الذين تناولوا الدولة في هذا الإطار ألتوسير. ألتوسير يعد من الماركسيين الجدد، في انتقد الأجهزة الإيديولوجية للدولة. بمعنى شنو هي الأجهزة الإيديولوجية التي تستعملها الدولة من أجل التطبيع والتدجين والترويض الإيديولوجي، باش نحافظوا احنا على وضع في إطار دولة. تنسخر وسائل التنشئة الاجتماعية من أسرة ومدرسة ووسائل إعلام وغيرها من أجل أن نحافظ على وضع وأن نخلق من مواطن ونجعله ممتثلا كما نريد. إذن هنا ينتقد ألتوسير هذه الأجهزة الإيديولوجية التي توظفها الدولة من أجل مصلحتها وليست مصلحة المواطن. نشير أيضا إلى إيفان إيليتش. هذا إيفان إيليتش له موقف خاص، حتى أنه نوعيت من خلاله بأنه تدخل ضمن الاتجاه الفوضوي. هو أيضا من المنتقدين للدولة ولأجهزتها أيضا الإيديولوجية، فدعا إلى مجتمع بدون مدرسة، الاعتبار أن المدرسة يمكن أن تكون آلية إيديولوجية. آخر واحد بغيت نشير لي هنا وهو كاسيرر، في كتابه المجتمع ضد الدولة يتحدث عن ما تهدر على نوع من المواجهة بين الدولة وبين المجتمع. بقدر ما تكون الدولة تمارس العنف وتمارس القمع وما تقوم به من مناهضة، يكون المجتمع أيضا أو يدخل المجتمع في دور مناهضة هذا العنف، وبالتالي يتواجهان، تصبح الدولة بدل أن تكون في وئام وتناغم مع المجتمع يصبح كل منهما ضد الآخر. إذن هناك مواقف إضافة إلى هذه المواقف التي هي
تتحدث عن الدولة بمنظور إيجابي وترصد غايتها. نتحدث عن مثلا كما قلت ألتوسير، كما قلت إيفان إيليتش، يتحدثان عن الدولة في بعدها مثلا حينما تكون ضد المجتمع. بقى لي العنصر الأخير وهو الخاتمة، ودائما كما عودتكم نظرا لضيق الوقت سأقرأ الخاتمة. هكذا إذن، وعبر عرضنا لما اعتقدنا أنه مفيد وأساسي من الدولة إلى غايات الدولة إلى ما معنى أن نحقق الإطمئنان والأمن بالنسبة كغاية سامية إلى مجموعة من المواقف كما أوردت. إذن من التعريف بالدولة ووظائفها وغاياتها ومن ضمنها أمن وطمأنينة الأفراد، فإننا يمكن أن نستخلص خلاصة مركزية مفادها. ما هي الخلاصة التي أستخلصها من هذا الاشتغال كله؟ من هذه المحاولة أنا حاولت في حدود ما استطعت وبناء على الوقت أن أقربكم من مفهوم الدولة. شنو هي الخلاصة التي أستنتج؟ التأكيد، هذه الخلاصة مفادها التأكيد على أهمية الدولة باعتبارها في المجتمعات الديمقراطية مؤسسة مركزية، وكذا التأكيد على تمثيليتها لأهداف وغايات ومطالب الأفراد والعمل على تلبيتها وتحقيقها ضمن شروط معينة. راه لا يمكن أن نطلب من الدولة فوق طاقتها، ولا يمكن أن تكون الغايات متطابقة كلياً بين الدولة وبين غايات الأفراد والجماعات، غير أن الحفاظ على أمن وطمأنينة الأفراد كما أسلفنا ليس هو الغاية التي تحصر فيها غايات الدولة، ولكنه يعد من أهمها، لأنه بتحقيق الدولة لأمن وطمأنينة واستقرار الأفراد فإنها تجعل منهم رأس مال بشري. لاحظوا معي هذا المصطلح، حينما تحفظ حقوقهم وتراهن على هذه الغايات وتحقيق الطمأنينة، تعرف ما معنى أن يشتغل المواطن وهو مطمئن على نفسه وعلى مطمئن على ممتلكاته أصلا مطمئن على أنه وجد عملا وأن هذا العمل يؤديه على الوجه الأكمل وأنه يؤدى عنه بطريقة فيها تحقيق لكرامة المواطن. إذن تجعل منهم رأس مال بشري مؤهلا للاندماج في عملية كما أسلفت هذه المسألة التنمية وتطوير المجتمع، وذلك بشكل إيجابي وفعال ومنتج من خلال تأهيله نفسيا وثقافيا واجتماعيا لأن يكون مساهما في كل مشاريع التنمية والتطوير والتقدم والديمقراطية التي تنخرط فيها الدولة، أن يصبح ممتلكا لأهم شروط المواطنة الفاعلة كما أسلفت، التي تشكل سندا قويا لكل مجتمع قوي ودولة قوية. عند هذا الحد سأتوقف، ونتمنى أن نلتقي. أنا قربت الاشتغال في بكالوريا 2019، أتمنى أن يكون في هذا الاشتغال جانب من الاستفادة وأن تحقق به هذه الاستفادة. إلى هذا الحد أستودعكم الله، وإلى لقاء آخر. أشكركم على طيب المشاهدة.